بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن بسم الله الرحمن الرحيم عند جمهور أهل العلم آية من القرآن، آية من القرآن مستقلة كانت تنزل للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا غيرها، وإنما هي آية مستقلة، إلا في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية من سورة النمل. وبناء على ذلك، ما دامت أنها ليست من الفاتحة فإنها لا يجهر بها كما يجهر بالفاتحة في الصلاة الجهرية، وإنما بعض العلماء يقول يأتي بها سراً، وبعضهم يقول لا يأتي بها لا سراً ولا جهراً، وبعضهم يقول يأتي بها جهراً لأنها من الفاتحة عنده، والصحيح أنها ليست من الفاتحة، وأنها يؤتى بها كما يؤتى بها في بداية السور من باب الاستحباب، من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. ولذلك يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين، دل على أنها ليست من الفاتحة، وأنها يؤتى بها سراً إلا في بعض الأحيان، فقد يجهر بها في بعض الأحيان يجهر بها، ولكن الغالب أنه لا يجهر بها. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم، هذا من أدلة، هذا متفق عليه، وهو من أدلة الذين يقولون إنه لا يجهر بالبسملة، وإنما يأتي بها سراً، وبعضهم يقول لا يأتي بها أصلاً لا سراً ولا جهراً كالإمام مالك، ولكن الذي عند الإمام أحمد وأبي حنيفة وجماعة من العلماء أنه يأتي بها سراً، لقول أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر، خلف عمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني بأول الفاتحة يفتتحون، وفي رواية وعثمان، خلف أبي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يفتتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يفتتحونها بالفاتحة. نعم. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم، هذا فصل في المسألة، إذا كان من بعده أبو بكر وعمر وعثمان لا يجهرون بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين أنهم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فصل في الموضوع، لكن هذا لا يسبب بين الناس وبين العلماء وبين طلبة العلم، لا يسبب في بينهم سوء تفاهم أو يسبب بينهم شيئا من القطيعة أو من التهاجر، وإنما المسألة أمرها يسير. فإذا صليت مع من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فصلاتك صحيحة، وإذا صليت مع من يسر بها فصلاتك صحيحة والحمد لله. وإذا أممت ناسا يرون الجهر فاجهر بها تأليفا لهم، إذا صليت إماما بأناس يرون الجهر بها فاجهر بها من باب التأليف. فالمسألة لا تتحمل الشدة في هذا الأمر. نعم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذه الرواية فيها زيادة، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فيها زيادة أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فهذه أصرح وهي في صحيح مسلم. فالحق أحق أن يتبع، الحق أنه ما يجهر بها، ولكن كما ذكرنا إذا صليت مع من يجهرون بها فصلاتك صحيحة، وإن جهرت بها فلا بأس بذلك معهم من باب التأليف وعدم إظهار الشقاق أو المنازعات، لأن بعض طلبة العلم يتخذ من هذه المسائل الخلافية يتخذ منها سلما للطعن في العلماء والطعن في طلبة العلم، ويحصل ملاحات وتهاجر، لا يتحمل الأمر هذا. المسألة الحمد لله المسألة خلافية ولا تتحمل هذه الشدة وهذا. نعم. باب سجود السهو. سجود السهو هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو في الصلاة، والسهو هو الذهول والغفلة عن الشيء، الذهول والغفلة عن الشيء، وهو يعرض للإنسان، السهو يعرض للإنسان لأنه بشر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عرض له السهو عدة مرات لأنه بشر، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وفي كونه صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة حكمة عظيمة من أجل أن يشرع للناس ماذا يفعلون إذا حصل منهم السهو، ففي سهوه صلى الله عليه وسلم حكمة ومصلحة عظيمة من أجل أن يبين للناس ماذا يصنعون إذا حصل منهم السهو. قد حصل منه السهو عليه الصلاة والسلام عدة مرات، مرة سلم من اثنتين في الصلاة الرباعية، يعني سلم قبل إتمام الصلاة سهوا، ومرة قام وترك التشهد الأول، ومرة قام إلى ركعة خامسة. وفي كل حالة يبين صلى الله عليه وسلم الحكم للناس ماذا يصنعون إذا حصل لهم مثل ذلك. والسهو قال العلماء يشرع إما لزيادة في الصلاة سهوا، وإما لنقص من الصلاة سهوا، وإما لشك
حصل له شك في عدد الركعات، ففي كل هذه الأحوال يشرع السجود للسهو. فإذا كان السجود عن نقص فإنه جبران للصلاة، وإذا كان السجود عن زيادة فإنه ترغيم للشيطان. نعم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاة العشي، قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان أحسن الله إليك. وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال الله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذا الحديث في النقص من الصلاة سهوا، إذا نقص من الصلاة سهوا. عن محمد بن سيرين إمام التابعين رحمه الله، عن أنس بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه. محمد بن سيرين تابعي، وأبو هريرة صحابي جليل. ذكر هذه الواقعة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى بأصحابه إحدى صلاتي العشي، وفسر العشي بأنه آخر النهار ما بين زوال الشمس بدخول وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا كله يسمى بالعشي. وصلاة العشي هي الظهر والعصر. وقد شك الراوي الذي هو ابن سيرين هل هي صلاة، يعني شك في اسم الصلاة، بينما أبو هريرة بيّن هذه الصلاة، ولكن ابن سيرين نسيها. فهذا من التثبت في الرواية، تثبت في الرواية والأمانة في النقل. محمد بن سيرين رحمه الله بيّن أنه هو الذي نسي، لذلك لم يجزم بإحدى الصلاتين. وعلى كل حال، سواء كانت صلاة الظهر أو صلاة العصر الحكم لا يختلف، ولكن هذا من الدقة في النقل والأمانة في الرواية. صلى صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة ثم سلم من ركعتين سهوا، ثم قام صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى خشبة في المسجد فاتكى عليها وشبك بين أصابعه كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام. الصحابة هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أبو بكر وعمر أكبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهيبة والتوقير والاحترام هابوا أن يكلموه، فهذا فيه احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام وهيبته. وكان في القوم رجل يقال له ذو اليدين، سمي ذو اليدين لأن يداه طويلتان، فهذا لقب، واسمه الخرباق، اسمه الخرباق. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جرؤ على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر عبادة، هذا أمر عبادة، وأمور العبادة لا يستحيا من السؤال فيها. فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة يعني ركعتين أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى. هذا بناء على ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم، بناء على ما غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سأل أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل أصاب؟ ما هو معناه أنه يتهم بالكذب، لكن يقال صدق يعني أصاب، هل هو على صواب فيما قال أو أنه متوهم؟ أم أنه متوهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني صدق ذو اليدين. فقام صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكانه وصلى الركعتين الباقيتين، ثم إنه سجد سجدتين قبل السلام وسلم. فهذا فيه دليل على مسائل عظيمة. المسألة الأولى فيه أن السهو قد يحصل في الصلاة من المسلم، حتى إنه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان بشر ينسى. والمسألة الثانية فيه احترام النبي صلى الله عليه وسلم وهيبته عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه، فهذا فيه احترام أهل العلم وتقدير أهل العلم وعدم تسرع في سؤالهم بدون ترو وبدون تعقل. المسألة الثالثة فيه أن الحركة في الصلاة من غير قصد أنها لا تبطلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام وترك مكانه وذهب إلى مكان آخر في المسجد ثم عاد، هذا فيه دليل على أن الحركة في الصلاة إذا لم تكن عن قصد أنها لا بأس بها. والمسألة الرابعة في الحديث دليل على أن من نقص من الصلاة سهوا أنه يعود ويكمل ما نقص، ولا يستأنف الصلاة من أولها، بل يبني على ما سبق ويكمل صلاته، ولا يكبر إذا قام لاستدراك ما ترك، لا يكبر، تكفي التكبيرة التي قام بها من السجود، فيعود ويستقبل القبلة ناويا أنه في الصلاة بدون تكبير، لأنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر، لأنه في صلاة، فلا يكبر تكبيرة ثانية وهو قد كبر يوم أن يقوم من السجود، تكبيرة الانتقال حصلت. وفي الحديث دليل على التثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت من هذا الخبر، فإذا كان المخبر واحدا فإنه يتثبت من صحة الخبر، هذا في الصلاة. أما خبر الواحد في غير الصلاة إنه مقبول، لكن هذا في الصلاة، خاص بالصلاة.
ولهذا قال العلماء إذا سبح به ثقتان ثقتان، يعني ما يكفي واحد، هذا في الصلاة. وفي الحديث دليل على أن الكلام في صلب الصلاة سهوا ولمصلحتها أنه لا يبطل الصلاة، فإن ذا اليدين تكلم، الصحابة تكلموا، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم، وهم لا يزالون في الصلاة، فدل على أن الكلام في صلب الصلاة إذا كان لمصلحتها أنه لا يبطلها. وفي الحديث دليل على ما عقد المصنف الباب لأجله وهو السجود السهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل السلام، والحكمة في ذلك جبران الصلاة من النقص، والحكمة في ذلك ترغيم الشيطان، لأن هذا السجود عن زيادة، هذا سجود عن زيادة، لأنه سلم في أثنائها، هذه زيادة، فإذا كان السجود عن زيادة فإنه لترغيم الشيطان كما في الحديث، وأنه يكون قبل السلام، أن السجود عن الزيادة يكون قبل السلام ويكون بعد السلام، لا بأس بذلك. سجود السهو يكون قبل السلام ويكون بعد السلام لورود هذا وهذا، ولكن قالوا إن كان السجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران لها، وإن كان عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، هذا هو الأفضل، هو الأفضل. ولو أنه جعله كله قبل السلام جاز، أو جعله كله بعد السلام جاز، كل هذا جائز والحمد لله. وفي الحديث دليل على أنه لا بأس بتشبيك اليدين بعد الفراغ من الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه فرغ من الصلاة فشبك بين يديه، بينما أنه نهى صلى الله عليه وسلم، نهى من جاء إلى الصلاة أو جلس ينتظر الصلاة، أن لا، نهاه عن التشبيك بين يديه. فالجمع بين الأحاديث أنه بعد الفراغ من الصلاة لا بأس أن يشبك بين يديه، وأما قبل الصلاة فلا يشبك بين يديه، هذا هو الجمع بين الأحاديث. نعم. وفي الحديث دليل أيضا على أنه لا يجلس للتشهد بعد سجدتي السهو، وإنما يسلم مباشرة ولا يحتاج إلى تشهد بعد سجدتي السهو، وإنما التشهد قبلهما. نعم. عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. نعم، هذا الحديث في واقعة أخرى حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو أنه سهى عن التشهد الأول فقام ولم يتشهد، ثم تابعه الصحابة وقاموا معه، فلما أكمل الصلاة وجلس للتشهد الأخير كانوا ينتظرونه أن يسلم، ولكنه قبل أن يسلم سجد سجدتين ثم سلم. هذا فيه دليل على أن من ترك التشهد الأول سهواً وقام فإنه يجبره بسجود السهو، يجبره بسجود السهو، وأن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل السلام،
وأنه لا يجلس للتشهد بعد سجود السهو كما سبق. هذا ما يفيده هذا الحديث، فيه سجود السهو من أجل ترك التشهد الأول، وهذا جبران للصلاة. وفيه دليل على أن الإمام إذا قام واعتمد قائما فإنه لا يرجع، بل يستمر ويسجد للسهو. أما إذا ذكر قبل أن يعتمد قائما فإنه يجب عليه الرجوع. إذا ذكر أنه قام وترك التشهد قبل أن يعتمد قائما فإنه يرجع ويجلس للتشهد، أما إذا اعتمد قائما فإنه لا يرجع لأنه دخل في ركن، فلا يرجع عن الركن من أجل واجب وهو التشهد الأول. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. نعم. عن أبي جهيم. أما إذا شك في الصلاة وهو السبب الثالث من أسباب سجود السهو، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يبني على اليقين فيجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، لأن الثلاث متيقنة، الرابعة مشكوك فيها والأصل عدمها، فيأتي بالرابعة ويسجد للسهو. إلا إذا غلب على ظنه أن الصلاة تامة فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو. أما إذا شك ولم يغلب على ظنه، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا هو الشك، تردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، فإذا تردد هل كمل الصلاة أو لم يكملها ولا مرجح فإنه يبني على الأقل وهو اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو. أما إذا غلب على ظنه أنه أكمل الصلاة، يعني ترجح أحد الاحتمالين، فإنه يبني على غلبة الظن ويسجد للسهو. نعم. باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي يعني حكم المرور بين يدي المصلي قريبا منه أو بينه وبين سترته، هذا حرام، يحرم المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما أو منفردا. أما المأموم فلا بأس بالمرور لأن سترته سترة إمامه، وسيأتي حديث ابن عباس أنه مر من أمام الصف على حمار، أنه مر من أمام الصف على حمار ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمأموم سترته سترة إمامه فلا بأس بالمرور بين يديه، وأما الإمام والمنفرد فيحرم المرور بين أيديهما في الصلاة. نعم. عن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني من الإثم العظيم، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. أربعين، ولم يبين ما هي الأربعين، ولذلك قال الراوي: لا أدري، أربعين يوم أو أربعين شهر أو أربعين سنة. وعلى كل حال مدة طويلة، يقف أربعين حتى ولو أربعين يوم مدة طويلة،
فهذا دليل على شدة تحريم المرور بين يدي المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً، لأنه يشوش على المصلي صلاته. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. نعم، هذا فيه دليل على مسألتين، بل على ثلاث مسائل. المسألة الأولى مشروعية اتخاذ السترة بين يدي المصلي، وقد جاء أن مقدارها قدر مؤخرة الرحل، تكون مرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فإذا اتخذ سترة فإنه لا يجوز المرور بينه وبين سترته، فإن فعل أحد ذلك أراد أن يمر بينه وبين سترته فإن المصلي يمنعه ولا يجوز له أن يتركه يمر. فإن أبى المار فإن المصلي يدفعه بالضرب، المقاتلة معناها الضرب، فليقاتله يعني فليضربه، وليس المراد بالمقاتلة القتل بالسلاح، وإنما المراد بها المضاربة. فوجد فيها رجلين يقتتلان يعني يتضاربان، فقوله فليقاتله يعني فليضربه. فإنما هو شيطان، هذا فيه أن الشيطان يكون من الإنس كما يكون من الجن، فهذا الذي تمرد وأبى أن يمتنع وأصر على فعل الحرام هذا متمرد، والمتمرد شيطان، الشيطان هو المتمرد العاتي سواء كان من الجن أو من الإنس، فإنما هو شيطان. فهذا فيه دليل على ما ذكرنا، أولاً أنه يشرع اتخاذ السترة للمصلي وأن يكون قريباً منها، ثانياً أنه يحرم المرور بين المصلي وبين سترته، ثالثاً أنه يشرع للمصلي أن يمنعه ولو بضربه لأنه معتدي وفاعل لمحرم يستحق العقوبة. ويدل الحديث رابعا يدل الحديث بمفهومه على أنه إذا لم يكن أمام المصلي سترة فإنه لا يمنع المار، لأنه هو المفرط، إذا لم يكن اتخذ سترة فإنه لا يمنع المار، لأنه هو المفرط بكونه لم يجعل أمامه سترة أو يصلي إلى سترة. نعم، صلى الله عليه. ولكن المرور بين يدي المصلي إذا كان لضرورة ما في طريق والمكان مزدحم، مثل في المسجد الحرام المكان مزدحم والمرور لضرورة، لا بأس بذلك للضرورة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام والناس يطوفون حول الكعبة بين يديه ولم يتخذ سترة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن المرور لأجل الضرورة وضيق المكان وكثرة الناس أنه لا بأس به. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. نعم، هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: مررت على أتان، على حمار أتان، والأتان الأنثى، الأتان الأنثى،
ولفظ الحمار يطلق على الذكر وعلى الأنثى. وقد ناهزت الاحتلام يعني قاربت البلوغ، قاربت البلوغ، فمر بين يدي طرف الصف ثم إنه أرسل الأتان ترعى ثم دخل في الصلاة مع المصلين ولم ينكر عليه أحد، ما أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنكر عليه أحد من الصحابة. فهذا دليل على أن سترة الإمام سترة للمأموم. وقوله ولم يكن أمامه جدار، لأن منى ما فيها ذاك الوقت ما فيها مباني، ولا يمنع هذا أن يكون أمامه عنزة أو أمامه سترة، لأن هذه عادة صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يصلي فإنه تركز أمامه العنزة وهي العصا القصيرة، لكنه ليس في منى جدار في ذاك الوقت. فالحاصل أن هذا يدل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وإلا لما جاز لابن عباس أن يمر على حمار أمامهم وهم يصلون. نعم. الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم. وهذا أيضا حديث عائشة يدل على أن اعتراض الإنسان نائما أو جالسا أمام المصلي أنه ليس مثل المرور، أنه جائز. يجوز أن تصلي إلى إنسان نائم أو إنسان أو خلف ظهر إنسان جالس، لا بأس بذلك، وليس هذا مثل المرور. هذا الغرض من إيراد الحديث في هذا الباب، في باب المرور بين يدي المصلي، أن الاعتراض أمام المصلي جالسا أو نائما أن هذا لا يعتبر مثل المرور. وفيه أن لمس المرأة، لا أن لمس المرأة من غير شهوة أنه لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها لتكف رجليها رضي الله عنها، فدل على أن لمس المرأة بدون شهوة أنه لا ينقض الوضوء، كما هو مذهب الحنابلة. وقولها إنه لم يكن في البيوت مصابيح في ذاك الوقت، يعني ليس فيها سرج، هذا يبين لماذا كان صلى الله عليه وسلم يغمزها، لأنها هي لا تراه إذا أراد السجود، لا تراه حتى تكف رجليها من أجل الظلمة، فهو يغمزها لأجل أن ينبهها إلى أنه يريد السجود، وهي تمد رجليها. هذا بيان لعذرها في ذلك، بيان لعذرها في ذلك أنها لا تراه عندما يريد السجود عليه الصلاة والسلام. نعم. صلى الله عليك. باب جامع. نعم. باب جامع. نعم. عن أبي قتادة. باب جامع، الباب الجامع هو الذي يشتمل على أحاديث، على أحاديث مختلفة، على أحاديث مختلفة ليست تدخل تحت باب خاص، وإنما هي أحاديث متنوعة، هذا معنى الجامع. نعم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. هذا تحية المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد. دل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن الذي يدخل المسجد ولا يريد الجلوس
وإنما يريد أن يمر أو يريد أن يأخذ شيئا من المسجد أنه لا يشرع له أن يصلي ركعته، وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس. ثانيا، يؤخذ من الحديث مشروعية تحية المسجد لمن يريد الجلوس، وأنها ركعتان، وتحية المسجد غير واجبة بل هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، بدليل أن الرجل الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلوات ذكر له صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، فدل على أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، ومنها تحية المسجد، فهي سنة وليست واجبة بدليل حديث الأعرابي. ودل الحديث على أنه يصلي تحية المسجد في أي وقت دخل حتى ولو في أوقات النهي، لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها دخول المسجد للجلوس، فإذا وجد السبب وجد المسبب. هذا رأي جماعة من العلماء، عمموا فقالوا تحية المسجد ذات سبب فتشرع في أي وقت دخل فيه المسجد. والفريق الثاني من العلماء قالوا الحديث هذا مخصص بأوقات النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات، نهى عن الصلاة من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، ونهى عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء إلى أن تزول، ونهى عن الصلاة من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، فيكون حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مخصصاً لهذا الحديث إذا دخل أحدكم المسجد، يعني إذا دخله في غير هذه الأوقات فإنه يصلي تحية المسجد. هذا هو الخلاف في هذه المسألة، هل تصلى تحية المسجد في كل وقت حتى في أوقات النهي لأنها مربوطة بالدخول والجلوس، أو لا تصلى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. الخلاف قوي بين العلماء في هذه المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رجح أن ذوات الأسباب تفعل ولو في أوقات النهي، مثل تحية المسجد، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، مثل صلاة الوضوء، وكل صلاة لها سبب تشرع بعده فإنها تصلى عند حصول السبب. تحية كذلك ركعة الطواف تصلى في أي وقت، طاف بالبيت، فذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها دون نظر إلى الوقت. هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. والمسألة كما ذكرنا مسألة سنة، ما هي واجب، فمن فعلها في وقت النهي لا ينكر عليه، ومن تركها لا ينكر عليه، لأن كلا له وجهة من الأدلة، فمن فعل لا ينكر، ومن فالأمر واسع ولله الحمد، ومن ترك فإنه لا ينكر عليه لأن كلا له وجهة شرعية. نعم. عن زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث فيه أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يجوز لهم أن يتكلموا في الصلاة وأن يردوا السلام لمن سلم عليهم، ويسأل بعضهم بعضا في الصلاة. ثم لما أنزل الله قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، والقنوت في هذا الموضع هو السكوت. القنوت له عدة معاني، يطلق ويراد به السكوت،
ويطلق ويراد به المداومة على العبادة، المداومة على العبادة يسمى قنوتا، وطول الصلاة وطول القيام في الصلاة يسمى قنوتا، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء الذي في الوتر، الدعاء الذي في الوتر يسمى قنوتا، فله عدة معاني، والمراد منها هنا السكوت، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، دل على تحريم الكلام في الصلاة وأنه إذا كان عمدا يبطلها، إذا كان الكلام عمدا يبطلها إلا إذا كان لمصلحتها كما سبق في حديث ذي اليدين، إذا كان الكلام لمصلحتها فإنه لا يبطلها، أما إذا كان عمدا ولغير مصلحتها فإنه يبطل الصلاة. أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، دل على أن الكلام من مبطلات الصلاة إلا في حالة إذا كان لمصلحتها. نعم. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. عن كذا عن. نعم. فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، هذا الحديث فيه أن صلاة الظهر تؤخر في شدة الحر. الأصل أن الصلاة يبادر بها في أول وقتها، أفضل الأعمال الصلاة في وقتها، وأول الوقت رضوان الله، المبادرة بالصلاة في أول وقتها أفضل، إلا العشاء فالأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، أما غيرها فالأفضل المبادرة بها في أول الوقت، إلا في الظهر إذا اشتد الحر الرمضة والقيلولة فإنه يستحب الإبراد بها رفقا بالناس أن يخرجوا في الحر والرمضة حتى يكون هناك برودة في الجو، انكسار الحرارة بتأخير صلاة الظهر إلى أن يوجد ظل يمشون فيه وتخف الحرارة، هذا من باب الرفق بالناس ورفع الحرج عنهم. وعلل ذلك بأن شدة الحر من فيح جهنم، الحر هذا الذي يكون في الصيف هذا نفس من نفس جهنم والعياذ بالله، لأنها تسجر، ودل هذا على وجود النار وأنها مخلوقة الآن، وأن لها نفسين، نفس في الشتاء وهذا شدة البرد، ونفس في الصيف وهذا شدة الحر، دل على أن النار موجودة ومخلوقة، وهذا مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة، قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وقوله أعدت هذا دليل على أنها موجودة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه فسمعوا وجبة، أي شيئا سقط، الوجوب هو السقوط، إذا وجبت جنوبها يعني سقطت، سمعوا وجبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 سنة الآن وصل قعرها، فهذا دليل على أن النار موجودة ومخلوق الآن، وأنها يخرج منها نفس، كما أنه جاء أن الميت إذا وضع في قبره ولم يستطع الإجابة على سؤال الملكين أنه يفتح له باب إلى النار ويأتيه من سمومه، وأن من أجاب جوابا صحيحا يفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها، فدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، مخلوقتان الآن،
الجنة في عليين والنار في أسفل سافلين، في سجين وأسفل سافلين. نعم، دل هذا الحديث على رفع الحرج عن المسلمين وعلى استحباب الإبراد في صلاة الظهر عند شدة الحر، ودل على أنه إذا لم يكن هناك حر فإنه يبادر بصلاة الظهر. نعم. صلى الله عليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. الإنسان بشر يعرض له العوارض، وقد ينسى الصلاة حتى يخرج وقتها، أو أنه ينام يغلبه النوم ويريد الصلاة، يريد أن يصلي ولكن غلبه النوم من غير كسل ومن غير عادة له، غلبه النوم. هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غلبه النوم وهو في السفر عن صلاة الفجر، ولم يوقظهم إلا حر الشمس. هذا يحصل من غير تعمد ومن غير ترتيب لتأخير الصلاة مثل ما يفعل بعض الناس أو كثير من الناس. فإذا نسيها الإنسان أو نام عنها فإنها باقية في ذمته، ما يسقطها النسيان ولا النوم، فيصليها إذا ذكرها، يعني يبادر، وليس للقضاء وقت نهي. هذا مثل ما سبق في تحية المسجد، ليس له وقت نهي عند جمع من العلماء. كذلك القضاء، قضاء الفائتة ليس له وقت، بل متى ما ذكرت أو استيقظت تبادر بالصلاة، ولا تقول بأجلها إلى الصلاة الثانية، أو أن الآن في وقت نهي أصبر لما يخرج وقت النهي. لا، يصليها إذا ذكرها في أي وقت، ويبادر إلى قضائها، لا كفارة لها إلا ذلك. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن النسيان لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم. فإذا نسيت الوضوء لا يسقط الوضوء، إذا نسيت الصلاة لا تسقط عنك بالنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في الإثم. أما الواجب فلا بد من أدائه إذا تمكنت. ثانيا، الحديث دليل على أن القضاء ليس له وقت، بل يبادر بالصلاة من حين يزول المانع من نسيان أو نوم. ثالثا، الحديث يدل على أن من تركها عمدا أنه لا يقضيها، وإنما الحديث وارد في النسيان والنوم فقط. أما من تركها عمدا فإنه لا يبرئ ذمته القضاء، بل لا بد من التوبة، لا بد من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تأخيرها عن وقتها متعمدا هذا جرم عظيم. بعض العلماء يرى أنه يكفر ويرتد بذلك، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة. وفي قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري، هذا خطاب لموسى عليه السلام: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قيل معناه لذكري، أي أن الصلاة شرعت لأجل ذكر الله عز وجل، لقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فالصلاة ذكر لله جل وعلا، فقولها أقم الصلاة لذكري أي لأجل ذكري، أن تذكرني فيها. وقيل لذكري يعني إذا ذكرتها،
إذا ذكرتها مثل الحديث فليصلها إذا ذكرها، إذا ذكرتها فبادر، بادر بالصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد بقوله في الحديث لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها؟ نعم، يعني قصدك ولا في آخرها، أول قراءة معروف، يعني لا يبدأون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، في آخرها لعله يعني بعد الفاتحة إذا أراد أن يقرأ من القرآن بعد الفاتحة، يعني لا يجهر بالبسملة لا قبل الفاتحة ولا بعد الفاتحة إذا أراد أن يقرأ سورة بعدها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل حكم الجهر بالبسملة قبل الفاتحة وعدمه هو نفس الحكم في الجهر بها بين السور في صلاة التراويح؟ ونفس الشيء، نعم، لكن الفاتحة لها خاصية، لأن بعض العلماء يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، كالإمام الشافعي يرى أنها آية من الفاتحة، بينما الجمهور يرون أنها آية مستقلة وليست من الفاتحة. أما بسم الله الرحمن الرحيم في بقية السور فهذا بالإجماع ليست من السورة إلا في سورة النمل. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: هل أعيد الصلاة عندما تمر بين يدي المرأة؟ هذا يبياتي إن شاء الله، يبياتي أنه نهي عن المرور أمام المصلي، وجاء في الحديث أنه يبطل الصلاة ثلاثة: المرأة والكلب والحمار، المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول تبطل بمرور الثلاثة ولا بد من إعادتها أخذا بظاهر الحديث، ومنهم من يقول لا تبطل بمرور الثلاثة، وإنما المراد بالبطلان هنا بطلان الثواب لا بطلان الصلاة، يعني أن المرور ينقص أجر الصلاة، فالنفي للكمال أو الإبطال إبطال الكمال لا إبطال الحقيقة والأصل. والقول الثالث قول الإمام أحمد أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، لأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكلب الأسود البهيم لأنه شيطان، تبطل الصلاة بمروره. نعم. والمسألة خلافية، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنها لا تبطل مطلقا، أنها لا تبطل مطلقا، وإنما المراد بطلان الثواب فقط. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الخط يعتبر سترة إذا لم يجعل الرجل له سترة؟ نعم، إذا ما عنده عصا، السترة إما أن تكون شيئا مرتفعا وهذا أحسن وأكمل وهو الذي ورد به النص الصحيح، وإما أن تكون السترة عصا يعرضها أو يركزها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز العنزة، يركز العنزة وهي العصا الصغير ويصلي إليها. فإذا لم يجد شيئا من هذين فإنه يخط خطا، لأنه جاء في الحديث فليخط خطا. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا مررت بين يدي المصلي من مسافة بعيدة فهل هذا يدخل في الوعيد؟ إذا لم يكن أمام إذا كان أمام المصلي سترة فلا تمر بينه وبين سترته، إذا لم يكن أمامه سترة فقد حدد العلماء ثلاثة أذرع من قدميه، المنطقة ثلاثة أذرع من قدميه، وإذا مررت أكثر من ثلاثة أذرع فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في حالة إبراد صلاة الظهر متى يكون الأذان؟ هل في أول الوقت أو عند الإبراد بالصلاة؟ يؤخر الأذان، يؤخر الأذان إلى أن يبرد الوقت، لأنك لو أذن في أول الوقت جاءوا الناس ولا حصل المقصود، فيؤذن عند الإبراد.
نعم يؤخر الأذان. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا لم يعلم المصلي كم فاته من الصلاة، فهل له أن ينظر إلى جاره الذي دخل هو وإياه إلى الصلاة في وقت واحد؟ نعم، إذا دخل هو شخص وأشكل عليه كم فاته، فإنه يهتدي بجاره، يعني هذه علامة واضحة يستدل بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم القول مع رب اغفر لي ولوالدي؟ شيء طيب، هذا في القرآن، هذا في القرآن، قال نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. وإبراهيم عليه السلام قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولم يمنع من دعاء إبراهيم إلا أن أباه كان مشركا، فدل على أن المسلم أنه يدعى له، يدعو له ابنه. وفي الحديث، في الحديث: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا في الصلاة وفي غيرها، والدعاء في الصلاة أحرى بالإجابة من الدعاء خارج الصلاة، فيدعو له ولوالديه وللمسلمين. نعم. نعم. أما ما يقوله العوام أنه ما يدعو لوالديه في الفريضة، هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كتب أحد الكتاب في الجريدة الرياضية عن ناد يطلق عليه الزعيم. نعم. يقول: كتب أحد الكتاب في الجريدة الرياضية عن ناد يطلق عليه الزعيم، وبعد نهاية المقال كتب جملة وهي: ما لكم لا ترجون للزعيم وقارا. أعوذ بالله. فما توجيهكم؟ هذا من تحريف الكلام، وهذا يجب أنه يرفع للإفتاء، يعني يصور هذا الكلام، صور الجريدة وتاريخها ومتى صدرت، ويرفع للإفتاء. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: في إحدى الإعلانات التجارية عن أحد المواد الغذائية الموضوعة، نعم. يقول: في إحدى الإعلانات التجارية عن أحد المواد الغذائية الموضوعة بالشوارع عبارة من وحي الطبيعة، فهل هذه العبارة صحيحة؟ إذا الوحي ما هو القصد الوحي المنزل من السماء، الوحي ما يستوحى وما يفهم وما يستنبط من الشيء. العبارة على كل حال إنها ما هي بسليمة، لكن لا يقال إنه وصل إلى حد يكفر به، أو لأن هذه عبارة دارجة من وحي المنبر، من وحي الطبيعة، من وحي كذا، هذه تساهل بالتعبير. نعم. أحسن الله إليك. تقول السائلة: قال ابن عباس: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، فهل الرقة من صفات الله أو أسمائه، وما هو تعليقكم؟ نعم، الرقة بالنسبة لأسماء الله ما هي مثل الرقة بالنسبة لأسماء المخلوقين. رقة معناها العطف والرحمة من الله عز وجل واللطف بعباده، فهي رقة تليق به سبحانه وتعالى، لطف ورحمة وإحسان إلى عباده. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أعمل في إحدى القطاعات العسكرية، وهذا القطاع يؤمن مخيم حج لمن أراد الحج من أفراد هذا القطاع، ولكن كما تعلمون أن ولي الأمر أمر بالتصاريح لمن أراد الحج، وأنا لا أستطيع الحصول على التصريح لأنه مرتبط بحملات الحج التجارية، ولا أستطيع الدفع أجار الحملة، فهل أحج بدون تصريح؟ هذا حسب النظام، هذا حسب النظام. أنت إذا كنت من منسوبي هذه الجهة التي لها مخيم وتحجج منسوبيها، فأنت من جملة منسوبيها تحج. أما إذا كنت تحتال احتيال
ولست ممن يستحق هذا الشيء فلا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: من فاتته ركعة فلما سلم الإمام قام ليأتي بالركعة، فهل يكبر لهذا القيام أم يكفي التكبير بعد الرفع من السجود؟ يكفي. المسبوق إذا قام للأتيان بما سبق لا يكبر، وإنما يكتفي بالتكبير الذي قام به من السجود. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، فهل أجلس حتى يفرغ المؤذن أم أظل قائما حتى ينتهي؟ الأحسن أنك تنتظر وتجيب المؤذن وتقول مثل ما يقول المؤذن، تدعو بالدعاء، ثم بعد ذلك تصلي تحية المسجد، لتجمع بين الفضيلتين، فضيلة متابعة المؤذن والدعاء بعده، وفضيلة الإتيان بتحية المسجد. نعم. والأمر واسع ولله الحمد. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في حديث ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ركعتين قام إلى خشبة وكان كالغضبان، فما سبب غضبه صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، لم يبين هذا، لم يبين هذا، الله أعلم. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، تعرض له الأشياء والمكدرات والمنغصات، بل هو أشد الناس ابتلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة في الأربعين من العمر ولديها شك، هل صامت شهر رمضان حينما بلغت أم لم تصم، وبدأت في الصيام قطعا للشك، ولكن هل عليها إطعام مسكين عن كل يوم تصومه أم لا؟ نعم، عليها إطعام، إطعام تابع للصيام، فإذا صامت فإنها تطعم عن التأخير. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم وضع أدعية دخول الخلاء أو الخروج منه وأدعية أخرى داخل دورة المياه؟ لا يجوز هذا. أصل تعليق الأدعية على باب المسجد أو على باب دورة المياه، تعليق الأدعية هذه موضة جديدة، ما كانت معروفة عند السلف، ولكن الأدعية تحفظ في الصدور وتقال باللسان ولا تعلق في ورق. هذا سبب لامتهان هذه الأدعية، وقد يكون فيها اسم الله وأيضا شيء محدث ليس معروفا، وأيضا هذا الغالب أنه من باب الديكورات يجعلون، والتزيين، تزيين المحلات والأبواب، فلا ينبغي هذا العمل وهذا التصرف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا سهى المأموم ثم أتم الصلاة بعد إمامه، فهل له سجود سهو أم لا؟ إذا كان نعم، إذا سهى، يقول إذا سهى المأموم عليه سجود السهو في ثلاث حالات: أولا إذا كان مسبوقا وسهى مع إمامه، أو سهى فيما قام يقضيه، إذا كان مسبوقا فإن إمامه لا يتحمل سجود السهو عنه فيسجد عند السلام، لأن هذا سهو خاص به. الحالة الثانية، يعني أجملنا حالتين، إذا سهى مع إمامه وهو مسبوق يسجد للسهو عند السلام. الحالة الثانية إذا سهى فيما قام يقضيه بعد إمامه أيضا يسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا لم يسجد إمامه، هو يرى سجود السهو وإمامه لا يرى سجود السهو في هذه الحالة، فإنه يسجد هو. نعم. أحسن الله. أما إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة فإنه ليس عليه سجود سهو، إذا سهى هو فلا يسجد، لأنه يتحمله عنه الإمام، وإذا سهى الإمام فإن المأموم يسجد ولو لم يسه المأموم تبعا لإمامه. الصحابة فيما مركم من الحديث أنهم سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والسهو لم يحصل منهم، وإنما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمأموم يتبع إمامه
نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بوجود المكيفات الآن في المساجد، هل يستحب الإبراد في الظهر أم لا؟ الآن اختلف الوضع، كانوا في الأول يقيلون، ينامون قبل الظهر، يتقون الحر ويستظلون، أما الآن ما شاء الله الناس جاهشين في الشوارع وفي المكاتب، ما في قيلولة قبل الظهر، اختلف الوضع الآن، يصلون من أول الوقت لأنه زال السبب، ما عاد الناس الآن يرتاحون، زال السبب اللي من أجله يشرع الإبراد. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.